ايوات مجربة والديدة مع هدى اليداري. صباح الخير شيف هدى اليداري. صباحي النور حق لاباس عليك؟ الحمد لله كل شيء عمرك. ايوا وصفة الشيف اليوم اش غتكون ان شاء الله؟ اليوم لالا عندنا وصفة اللي كنديروها بزاف في العرادات ولا في المناسبات، فغادي نستعملوا اليوم حنا مولفين كنستعملوا الدجاج، ولكن اليوم غنديروا بواحد الطريقة زوينة وجميلة بزاف ما متعوديش عليها، اللي هي الدجاج معسل. غيكون مخضروه بالاناناس ولا بالبرقوق ولا بالمشمش عوض اللحم، وكيكون ألد يعني غتلاحظوا بانه غيكون لذيذ بواحد الطريقه هائله. نبداو على بركه الله. يلا ورقه ستيلو ونبداو. تفضلي. اذا غادي نعطيو مقدار ديال الدجاجه وحده، وانتم ممكن تستعملوا ثلاثه او اربعه، او ممكن اللي بغى يفرح براسو يستعمل غير وحيده اللي هو بركه. واش ما غادي ندير وحيده بعدا نجربوها؟ واش هذه جديده؟ طريقه جديده ما عمرنا ما استعملناها. لا انت باقا ما استعملتيش. انا استعملت. جديده علينا. يلا نبدا. ناخذ ورقه ستيلو، غادي نعطيو مقادير ديال دجاجه وحده، وانتم لكم حريه الاختيار. ممكن ديك الساعه ثلاثه او اربعه الا عندي عراضه، ممكن ديك الساعه كنذوب المقادير. فغادي ناخذ الدجاجه اللي هي من الوزن ديال 2 كيلو. 2 كيلو ماشي تريج يعني بكلشي ديالها، باش ملي كتريج كتبقى ديالها كتبقى لنا ديك 2 كيلو ميت يعني قل 200 300. اوكي واخا لحظه نجيب ورقه وسجلوا. يلا دابا هذا غادي نديروا دجاج معسل بالاناناس. اناناس او المشماش او البرقوق لهم حريه الاختيار، او التفاح او البعبيد يعني. فحنا ما متعودين، كاينين ناس كثير بالعكس امينه، فبالبعبيد كيجي لذيذ، او بلا التفاح خصك تجربيه وتشوفي. هاد المرة غنطيبو نوريك تبعويد. ربما التفاح تيجي شوية حامض شوية حامض. ما تختاريش التفاح اللي يكون حامض، اختاري التفاح اللي يكون حلو. هادي يعني بارفوا نيت انا كليتو عند ناس مذاق حموضة كان غالب بزاف. ايه تماما، ف كيهربك شوية من اللوكو ديالو. فنختاروا يكون التفاح حلو، نجيب التفاح نقطعو ناكلو عاد نخضر به. واخا الدجاج معسل. اذا غادي ناخذوا هادي، غادي ناخذوا دجاجة وحدة قلنا، غادي ناخذوا كاس ديال الماء ديال العنبة. ففي واحد البانيو ولا في واحد سالادياغ ولا علبة كبيرة كندير فيها كاس ديال الماء، كاس العنبة. كناخذ 2 حبات ديال المسكه حره اللي كندقهم مع معلقه صغيره السنيده، ماشي مع شويه ديال السنيده، فمعلقه سنيده لان بغيناه يجينا معلك يجينا معسل في الداخل. لا معلقه صغيره دق مع هذوك 2 حبات ديال المسكه حره. كنضيف عليهم 2 عواد ديال القرفه بطبيعه الحال كنغسلهم. كنضيف نص معلقه صغيره ديال السمن. كنضيف معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. الملحة فحال اللي غادي نخضر عادي يعني الملحة عادية. عندي معلقة كبيرة ديال بودرة اللوز اللي هي غير اللوز كنجيبوه بقشرته كنمسحوه بزويف كنطحنوه كيولي بودرة، وكناخذ منه معلقة. هادي قلنا دائما في الطبخ ديالنا كنعمروا ديك القرعة ونخليوها في البلاكار عندنا. عندي شوية ديال الزبيب ما يعادل واحد 7 ديال الحبات ديال الزبيب، يا اما احمر او ابيض كنجيبهم كنقطعهم رقاق بزاف، نضربهم بالموستي يوليو رقيقين بزاف. عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير. عندي 4 معالق صغيره ديال الابزار، فماشي حيت حلو غادي نحيدوا الابزار ونحيدوا الملحه، لا غنستعمل 4 معالق صغيره ديال البزار العاديه وغنستعمل الملحه العاديه. غادي نستعمل نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، وغادي نستعمل نص معلقه صغيره. وغادي نستعمل معاهم شويه ديال الزعفران حر. نص معلقه صغيره خرقوم بلدي. الزعفران حر كنستعملوه حتى هو. الزعفران حر واحد شويه غير واحد شويه يعني بالاصابع ديالك تهزي واحد شويه. شحال؟ نص معلقه غالي غا شويه. لا لا 10 غرام غا شويه. فالزعفران حر منحاولوا ما نسخنوش، حنا عندنا ديك العاده نسخنوه ونديروه راه كنفقدوا له النكهه، غير مجرد انك كديريه بيديك هكا مشات النكهه ديالو. فيا اما تفزقيه في شويه الماء اولا تستعمليه هكذاك، وحنا نستعملوه في وسط الماء يعني خليه يذوب هو. غادي ناخذوا هادشي كلشي، زائد حاجه اللي مهمه كنضيفوها هنا هي بصله اللي كتكون صغيره، بصله صغيره كنحكها حكاك اللي رقيقه، انا بغيتها فقط تعطيني غير داك التخثر ديال المرق، ما بغيتش انا البصله تجيني باينه في الاول هكذا. فغادي نشرمل الدجاج ياك. غادي نشرمل الدجاج. هنا ملي غنشرمل الدجاج غادي نخلي دائما قلنا كنحيدوا الجلده من الفوق كنثقبوا بالعود السنان. واخا سمحي لي حيت هذه دائما سؤال تنبغي نسولو لك. دابا الدجاجه كنديروا فيها هاد المقادير، فرضا بغينا نديروا شحال كنديروا في العراضه؟ 4 دجاجات. 4 دجاجات. 4 دجاجات ثلاثه او اربعه على حسب. المهم نديروا بحساب اربعه صغار. المهم صغار شنو اللي يتغير هنا؟
اللي غيتغير ما غاديش نستعملوا كاس العنبه، يعني العنبه غادي نستعملوا نفس الكاس العنبه، كاس العنبه واحد في ربعه غادي نستعملوا، كنت غنضوب لنا هادشي في ربعه بزاف عرفتي شحال غيجيك ديال الماء راه ما غاديش ينشف لك الدجاج. ماشي سوقي قلتي لنا ضوبلوا المقادير. لا ما ربعه الكيسان غنديروا فاش يطيب ماشي فاش غيتشرب. ما غاديش ما عمرو يتشحر لك. ومابقاش قلنا ضوبلوا المقادير واش غنقول ما تقوليش قلنا اش غنديروا. المهم على اي دابا ربعه ديال الدجاج اش غندير؟ غير كاس الماء كافي كبير نو؟ لا 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 عنبه عنبه كاس الدجاج كثير غادي يطلق الماء. مسكه حره شحال؟ مسكه حره غادي نستعملوا ربعه الحبات. ربعه الحبات اذا ماشي لا ماشي جوج الكل لان الا كانوا الا استعملنا ضربنا جوج فهاد كاس ديال 8 الحبات ممكن غنكتبها لان الناس غيبغيو العرادات. المهم ربعه ديال الدجاجات غنخليو كاس غادي يقولوا سي فغي امينه هاد القضيه وشنو شفتي دابا كاس الماء ديال العنبه وربعه ديال مسكه حره ربعه ديال مسكه حره غادي نستعملوا فقط هنا عندنا معلقه كبيره ديال بودره اللوز. انا غنمشي معك وحده بوحده داكشي اللي سجلنا وانت قولي عود القرفه غنخليو جوج غادي نخليو جوج بطبيعه الحال جوج عود القرفه زيد السمن غادي نستعملوا معلقه كبيره معلقه كبيره ديال السمن ايوا معطريه الدجاج غادي نستعملوا معلقه كبيره عطريه ملح المهم اللوز غادي نستعملوا فقط جوج معالق كبار ديال بودره جوج معالق كبار بودره اللوز زبيب غادي نستعملوا واحد 7 في 7 14 زبيب ايوا سكينجبير سكينجبير غادي نستعمل معلقه كبيره اها اربع بزار بزار غادي نستعمل نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره بزار زيد خرقوم بلدي خرقوم بلدي غنستعمل معلقه كبيره معلقه كبيره خرقوم زعفران حر بصله صغيره بصله كبيره بصله كبيره وبصله كبيره طيب تبلي كملي اضافه في الربعه غادي نستعمل جوج دروس ثومه في الدجاجه وحده نستعمل ضريس واحد زائد جوج فص هذاك الفصي الصغير ثومة واحد فص ولا في ربعه غنستعملوا جوج فقط ايوا هنا علاش كيكون هذا التغيير بحال هكا لان وحده غادي يكون عندنا المراق حنا باغيين داك التعليكه ديال الدجاج غنحطوا يعني ديك البصله وداك الشيء اللي كيكون ديك المراق ديال الدجاج راه ماشي هو ديال ربعه فين غنستعملوا ربعه راه ما غاديش نكون عندنا كترس ديك يعني كل دجاجه غنقسموها ونديروها المرقه ديالها ففي ربعه يلا الا ما نقدروش ما نضوبلوش كل شيء لان الا ضوبلنا كل شيء غادي تجينا مجهده بزاف طيب فغادي نستعملوا قلنا الدريس ديال الثومه كنحكوه في الحكاكه الرقيقه ولا كنمعسوه باش ما كيجيش باين نهائيا كنخليوها كتشحر مزيان ديك الدجاجه كنقلبوها اولا ربع دجاجات نقلبها من تحت جلده ونخليها راقده اكثر من ساعه اكثر من ساعه كل ما ترق الدجاج كل ما كيجي الد ونديرها تشحر مزيان هي صافي كناخذ الدجاج كنخليه كيتشحر مزيان كنضيف له الماء كاس فقط ديال الماء نضيف ليه كاس كبير ديال الماء ملي يكون عندنا ربع دجاج غنضيف جوج كيسان فقط لا غير اربعه جوج ايوا صافي غادي ناخذ هاد الدجاج ملي غيتشحر مزيان غادي نغطي عليه بداك الماء هنا ما غاديش نستعمل نهائيا شي حاجه سميتها الزيت شي حاجه سميتها بصله فحتى كيقرب حتى بعد كنزيد له الزيت هذه كنقولوا قاعده في كل انواع ديال الدجاج الدجاج ما عمرنا كنديروا له الزيت لان كيتحل في الطياب ديالو شحال ديال الزيت دجاجه وحده دجاجه وحده غادي نستعمل واحد كاس الا ربع عنبه كاس الا ربع عنبه زيت وفي ربعه دجاج غادي جوج كيسان ماكسيموم يعني أيوة. بزاف عليهم كاع غير كاسون كافيه لان في الاخر غنصفيوه داك الزيت ملي كتشحر الدجاج وكيطيب وكيوجد كنصفو داك الزيت اللي زائد هنا الجديد اللي كاين في هاد الدجاج بانه ما كنطيبوش فيه البصله ديالو ما كطيبش فيه ما كتعلقش فيه كطيب بوحدها وكتعسل بوحدها طيب شحال من البصله ناخذ في الدجاجه هنايا الدجاجه وحده غادي نستعمل كيلو ديال البصله كيلو بصله بيضاء بيضاء بطبيعه الحال مش مشلده غنقطعوها شرائح بحال اللي غنصوبوا التفايا نفس الطريقه اللي كنا درنا التفايا شرائح ومشحره مع الزيت السمن والملح ملح بطبيعه الحال الزيت الملحه شويه ديال السمن عويد ديال القرفه والسمن وعود قرفه شحال ديال السمن ديال نص معلقه صغيره ايوا نص معلقه صغيره غادي ناخذ نضيف له ابزار لا ضروري واحد غير راس المعلقه ديال الابزار نص معلقه صغيره ديال سكينجبير نص معلقه سكينجبير كنستعمل معاهم شويه زعفران حر شويه عطريه الدجاج شويه
عطريات دجاج شويه هي واحد ربع معلقه صغيره بلدي خرقهم بلدي قلتي خرقهم زعفران زعفران حر وخرقهم بلدي بجوج باش يعطيني اللون. غادي نخليها تشحر مزيان زعفران حر وعطريه دجاج غير ربع معلقه فقط يعني شويه باش نعرف نحدو ديك شويه شحال ديما نقول شويه يعني اربع اربع نعم. شو بغيت نقول لك هاد البصله من الاول نديرو معاها التوابل من الاول نديروها نخليوها تشحر على بوطه تشحر بوطه مهيله حيت انا تنقولو زعما الا درنا التوابل مع الزيت كتلصق لها لا لا ما غتلصق لك ما والو هي البصله تشحر تلصق لك بكميه الماء كتضيفوا فيها شويه ديال الزبيب يعني نتوما حرين اللي ما كياكلش الزبيب طبعا الحاجه تشحر اللي ما كياكلش الزبيب ديروا الطريقه اللي كنقولوا لها دائما غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبيب غادي نجمدها مزيان في المجمد وغادي نطحنها باش ما تبقاش باينه نهائيا راه كاين حبات ديال الزبيب. كنشحروا مزيان ديك البصله كنضيفوا فيها نص كاس ديال الماء غير معلقه كبيره كنديروا معلقه كبيره كافيه حيت ما بغيناش الزبيب يجي مجهد فيها بزاف داكوغ ممكن تفادوه ممكن كاع نتفادوه نهائيا ما يكونش كاع نهائيا نخليو هكا طيب كنزيدو لها نص كاس ديال الماء وكنسدو على الطنجره ونخليوها تطيب مزيان هادشي من بعد ما ضفنا الزبيب بعد ما ضفنا الزبيب مني كطيب مزيان ضفنا ديك نص كاس الماء وخليناها على النار كطيب كنحلوها كنلقاوها تلقات واحد الكميه ديال الماء غادي نعري عليها الطنجره ونجهد البوطه ونخليها حتى تنشف من الماء ملي كتبدا تنشف يعني صافي بقى فيها شويه المرق كنضيف عليها جوج معالق كبار ديال السنيده وكنضيف عليها معلقه صغيره ديال القرفه هذه فقط باش تعسل شحال اش نضيف جوج معالق سنيده ومعلقه القرفه صغيره ونشحرها حتى كتعلك يعني كتولي داك لاكولوغ معلكه كتبان لك داك لاكولوغ ولات ماغو ملي كطيب الدجاجه وكنحيدها من الطنجره باش ندخلها تعسل غناخذها غنديرها تعسل غادي ناخذ معلقه ديال الزبده باش ندهنها باش ندخلها للفران ياك الدجاجه راه طابت لينا ياك اي طابت غندخلها للفران تعلق غندخلها للفران تحمر بطبيعه الحال غادي ناخذ ديك الدجاجه غادي ندهنها معلقه ديال الزبده كبيره معلقه ديال الزبده كبيره ومعلقه صغيره سنيده ومعها راس المعلقه ديال الابزار وراس المعلقه ديال العطريه ديال الدجاج هادشي كله غنخلطو مع بعضياته وندهن ديك الدجاجه وندخلها للفران حتى كتحمر كتاخذ ديك لادوغي ديالها زوين وشنو يعطينا اللون؟ غيعطيها عطريه الدجاج الزبده اولا السكر راه عندك السكر وعندك القرفه غادي يعلكوها غادي يعطيوها لاكولوغ ماغون ديك تحمر حتى تحمر ونرجع صافي ومن بعد صافي كنقدموها في الطبسيل كنحطوها في الطبسيل وكنديروا المراق ديالها اللي كيكون تخطر يعني المراق اللي طابت فيه هي خصو يكون اختار يعني يبقى فيه غير واحد شويه ياك كنخضروا بديك البصله ديك البصله اللي حنا صوبناها معلكه قديناها درناها على شكل تفايه هنا بالنسبه للتفايه الناس اللي كيعجبهم ديك التقرميشه ديال اللوز فكتجي رائعه فيها كناخذوا واحد ربعه ديال اللوز كنسلقوها وكنقليوها ولا كنحمروها في الفران ندهنها بمعلقه الزيت وندهنها نحمرها في الفران مجرد ما انني كنحمرها في الفران ولا كنقليها في الزيت كناخذ النص ديالها باش تبقى صحيح باش كندير الديكور والنص كنطحنو يعني كيتهروش رقيق وكنضيفو لديك التفايه اخر حاجه كنضيفو وكنطفي البوطه يعني نص ربعه الزواق ونص ربعه غنديروها في رابعه زائد رابعه ديال اللوز مسلوق ومحمر نص نهار مشو نص نهار مشو رقيق مشو رقيق جدا شوفي كيف ما الدجاجه كيف ما ربع دجاجه حتى هما رابعه رابعه يا يعني اما ربع دجاجه يا اما دجاجه وحده والنص نخليه صين للتزيين قولي لي شحال ديال البصله نديروه الا كانت عندنا ربع دجاجات الا عندي ربع ديال الدجاجات غادي نستعمل 3 كيلو ديال البصله دجاجات 3 كيلو بصل ايوا بلاتي 3 كيلو ديال البصله شحال مع زيت الملح البزار هذيك غضوبلي هذيك غضوبلي كلشي ديال غضوبلي كلشي ديال مع مقادير راه ماشي غضوبلو راه غادي غادي ديرهم فوا 3 قادير في 3 يعني غادي تضربيهم في 3 ياك صافي صافي اخر حاجه قلنا كنديروها هي كتزين بديك البصله اللي هي كتكون تفايه هي اللي كتزوق فوق الدجاج ايوا كنديروا داك الحامض ونديروا داك القنصه واجي دابا الدجاج ملي كنديروه في الفران تيقصح شويه ونورمالمون هذاك المحمر تنرجعوه للمراق باش ضروري ودابا داك الشيء غنديروا ليه المراق راه ما بقاش بزاف ومعلك اصلا نرجعوه ليه ترجعي ليه ما تعلكيش بزاف ترجعي ليه الدجاج وخليه يتعلك على راحته اذا ماشي غنحطو هكاك صاي غادي نرجعوا للمراق يرجع للطنجره هذه قاعده كنعرفوها من نهار اللي هضرنا على الدجاج محمر قلنا دائما الدجاج يخرج من الفرن يرجع للطنجره باش يرجع فيه الصهد من بعد للطنجره
من الفران مباشره للتبصيل لا تحطي قاصح يعني ما ترجع فيه ديك السخونيه ديك الصاد ديالو يرجع فيه واحد القسمين صافي صافي وكنزيدو فيه اما بالاناناس معسل او البرقوق او المشمش ديك حريه الاختيار في التزيين ديالو كذلك باللوز كيف ممكن نخلي فقط غير ديك البصله اللي هي معلكه بوحدها بدون ما ندير ولكن بيني وبينك بالاناناس ولا بالمشمش كيجي روعه كاع ما قدك هذاك اللوز بارك لا ما قدنيش اللوز لا وصاحبتي عندي عراده دجاجه غادي يكونوا ربعه ديال الدجاجات نزيدوا الاناناس لا اختي سمحي لي شري علبه اناناس شري واحد نص رابعه ولا 105 درهم ديال المشمش وديريها علاش لا حاجه الحمداويه كشكول شعبي نرجعوا ليك الشيف هدى اليداري وكذلك نرجعوا للمستمعين والطلبات ديالكم بقاو معنا ايوات جديده واقتراحات وطلبات ديالكم اللي هي جديده غادي نمشيو باش غادي نتعرفوا شكون الفائز ولا الفائزه معنا اليوم في وصفات السعاده طبعا اللي غادي تفوز معنا سلسله وقلب ديال الذهب اكيد المشاركه سهله كتختاروا وصفه من الوصفات ديالكم اللي فيها الدقيق كتبعثوها لينا على الرقم 5566 على شكل اس ام اس ديال درام تي تي سي كذلك من خلال الفيسبوك او من خلال المجيب الالي مشيو نتعرفوا على الفائزه معنا اليوم دابا نتوما معنا في مزيان شغل الاسره على شغل اف ام الفائز ولا الفائزة معنا اليوم في وصفات السعادة مزية هي أمينة من دار البيضاء أمينة صباح الخير صباح النور لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله سميتي ربحات سلسلة وقلب ديال الذهب بالصحة والراحة ربي يخليك انت أمينة لالا يخطيك شكرا بزاف لالا لا بصحتك وراحتك أنا فرحانة والله الله أودي مرحبا تربحي إن شاء الله وتعاودي العقوبة المضمة ان شاء الله يا ربي يجي شي يجي شي كليون ان شاء الله يقول لنا بغيت نربح مضمة ان شاء الله امينه شنو هي الوصفه اللي شاركتي بها انا شاركت بطاطا التفاح والفاكهه بدقيق مزيه اي الله يعطيك الصحه وشنو هي الطريقه اللي شاركتي بها نعم شنو الطريقه اللي شاركتي بها كيفاش شاركتي انا بقيت نتشجع بزاف على الغوصات حتى تجاب الله تيسير تجاب الله الربح اشاك فون عيط لكم ما تيشدش لي والحمد لله اليوم هضرت معك تي امينه الله يبارك فيك لالا امينه بالصحه والراحه حنا فرحانين ليك واذا كان ممكن غتعطينا هاد لا طارت هادي بالفاكهه ياك اياه لالا واخا تورته ياك تورته هي تورته بالفاكهه تورته بالفاكهه العجين العجين فيه 250 غرام ديال دقيق مزيه ايوا 125 غرام ديال الزبده وفيه صفر بيضة وقليل من الماء أمينة بلاتي قليل من الماء رابعة ديال دقيق مزية زين ونص رابعة تقريبا ديال نص رابعة ماشي تقريبا ديال الزبدة 25 غرام زيد صفر بيضة صفر بيضة وقبسة الملح قبسة ديال الملح وقليل من الماء تقريبا ربع كاس شوية الماء تقريبا ربع كاس زيت وجوج معالق كبار ديال السكر زوج معالق كبار ديال سنيده ايوا نرملو الزبده مع دقيق مزيه نرمل الزبده مع دقيق مزيه وسكر وقبصه الملح مزيان حتى ترمل لينا الملح مزيان حتى ترمل كنحاولوا نجمعوها بصفر بيضاء وهذاك القليل ديال الماء نجمعها باصفر بيضاء وشويه الماء ايه كنجمعوا عجينتنا تتجانس كنفيلميوها وكنحطوها في الثلاجه نديرها في بلاستيك غذائي غذائي ونديرها في الثلاجه ايوا ايوا لالا دابا عندنا الحشوه كناخذوا فيها الفاكهه الفاكهه فيها 150 غرام ديال الشريحه 150 غرام هادو كلهم كنقطعوهم الى قطع صغيره الشريحه و 150 غرام ديال الزبيب و 150 غرام ديال التمر بلاتي 150 غرام ديال الشريحه و 150 غرام ديال الزبيب والتمر غرام ديال التمر وكناخذوا ليمونه قشور ليمونه معسله حتى هما تنقطعوهم صغيورين زائد هادو من جهه وعندنا اللوز والكركاع كنهرمشو قشور ليمونه معسلين ياك هما تنقطعوهم الى قطع صغيره كل شيء قطع صغيره شنو قلتي اخر واللوز والكركاع تنهرمشو اللوز هذا بوحدو شويه اللوز والكركاع اللوز والكركاع تقريبا 100 غرام 100 غرام بحال هكاك وكنخلطوهم مع هاد المقادير اللي ذكرنا دابا اللوز ولكن يكونوا مهرمشين كنحطوهم الى جانب من الكركاع محمر شويه اللوز
اللوز شويه محمر. اها محمر واخا. كناخذوا جوج تفاحات يكونوا كبار كنقشروهم وكنقطعوهم الى شرائح رقيقه. جوج تفاحات منقيين ومقطعين شرائح. مقطعين شرائح. ايوا. دي لاميل. وكناخذوا في اناء اخر تنديروا واحد لاباراي فيها ثلاثه البيضات. ندير ثلاثه البيضات. وفيها 50 غرام سكر. 50 غرام سكر. وفيها 20 ديسيلتر ديال القشده الطريه و5 ديسيلتر ديال الحليب. 20 سنتيلتر. سنتيلتر باردون. 20 سنتيلتر ديالها ماشي مشكل. قشده طريه. القشده الطريه و سنتيلتر ديال الحليب. 5 سنتيلتر ديال الحليب. 5 سنتيلتر ديال الحليب سائل ياك. بيان سور سنتيلتر ديال الحليب. كنخلطوهم وكنخليهم ابار. كناخذوا المول ديالنا بجانبها يكون شويه كبير حيت الحشوه كثيره. ناخذ مول كندهنوا بالزبيده وكنرشوه بدقيق مديه بالزبده وكنسرحوا فوق منه لاباط ديالنا نتكوها بالفرشات ونسرحوا فوق منها التفاحات اللي قطعنا لشرائح ومن فوق التفاح كنزيدوا الحشوه اللي ذكرنا وكنغطيوها بديك لاباراي اللي درنا في الاخر فيها الحليب ولا كريم وخلاط ديال البيض والسكر والبيض. صافي وكندخلوها للفران لمده 40 دقيقه على درجه حراره 210. صافي من بعد تنخرجوها تتسكال يا اما دافيه ولا بارده تجي زوينه. الله يعطيك الصحه لاله امينه شكرا لك. ربي يخليك. واش اختي عندك بالسنتيلتر وب 50 غرام؟ لا لا شوفي الله عليك. ربي يخليك. ما تكونيش شي شاف. لا ما كرهتش ما كرهتش امينه تبارك الله عليك انت كتخدمي بالسنتيلتر هذا. شوفي مرجية عبري لي داكشي بمعالق. صافي انا عبرت. صافي امينه كنشكرك على المشاركه. شكرا بزاف امينه وشكرا شادة اف ام شكرا دقيق مديه وتحيه كبيره للدكتوره هدى. شكرا لك. لا يو 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 وليتي دكتوره. امينه قبل ما غادي نودعوك غنقول لك مرحبا بك في اي وقيته تقدري تجي لشدا اف ام. غادي نرجعك عند مروه. شكرا لمروه على استقبال المكالمات الهاتفيه باش غادي تعطيك لادريس ان شاء الله وقتاش ما بغيتي تجي باش تاخذي السلسله والقلب ديالك ديال الذهب. مرحبا بك دكتوره هدى. غنرجعوا لك بعد لحظات. كنتوا معنا في مزيه شدا الاسره على شدا اف ام. شيوات مجربة ولذيذة مع هدى اليداري. لا ما دي خصك تصحح الجينجل مع الدكتورة هدى اليداري. طبخوا الحلويات. طبيبة ديال الدجاج وديال الحم. ديال الحم وديال الحوت. الحقيقة غنشوف مشكلة الدكتورة. ما خديتيهاش. الحقيقة. درجة عالية إن شاء الله وتستحقي. شي ما عندي أنا بعدا نقول لك دكتور. الله يطول عليك. بعيدا عن الأوراق زعما تبارك الله عليك لالة هدى. الله يحفظك يا حبيبي. غنمشيو نشوفوا الطلبات ديال المستمعين باش هكذا نشوفوا شنو هي الوصفات والطلبات اللي بغاو. معنا بشرى من سلا كنعتذروا لفاطمة كانت معنا كنظن من فرنسا وكنبغيو في الحقيقة نعطيو الوصفات الجالية المغربية ديالنا ولكن للأسف بقات كتسنى بزاف. نعتذروا منك المرة الجاية صيفط لنا اس ام اس شوفوا شنو الطلب ديالك. بشرى من سلا السلام عليكم. السلام عليكم انا لاباس. الله يبارك فيك بشرى مرحبا. الله يبارك فيك. على هذا البرنامج بزاف. اهلا وسهلا مرحبا. كنشكروا لالا هدى اليداري. الله يطول عمرك لالا بشرى. كنجربوا بزاف الوصفات ديالها وكلهم نجحوا ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. بفضل الله. الحمد لله. الله يعطيك السر لالا هدى. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله الله يطول لي في عمرك لالا. ربي يخليك. بغيت الله يرحم الوالدين بغيت انا قريبا نولد. حبيبتي الله يكمل بالخير. على خير ان شاء الله. ربي يخليك. بغيت الله يعطيك السر واحد سلو. كيتقطع بالمرشم بحال دابا هكا في المباركه كيتحط في الطبيصله كيتقطع بالمرشم ولا كيدا في ليمول السيليكون حتى هما ولا كيتصوف ليمول. المهم بغيت الطريقه ديالو بحال دابا داك الطريقه ديال الطحين اللي كتصوف داك الطحين اللي كيتحرق في الزيت والزبده في الكوكوت. عرفت. بغيت كيفاش ندير الله يرحم الوالدين. مرحبا حبيبتي مرحبا. شكرا لالا الهلال. شكرا لك بشرى. كثروا علينا اختي العيالات سلو داير هكا وتتقطع هكا. احنا من ديك العام درتو انا دابا تخيل غتمشي عند راجل تقول لي لا بغيتي هذاك اللي كيتقطع دير بحال هكذا حك رجلتي تعصب ومساكن. لا لا هذا انا درتو ديك العام في رمضان اللي فات درتو انا تقطع في لا وانت شنو ما درتيش زعما ما تهضرش عليك انت زعما خذي راحتك تيديكي هوايتك.
ودابا دابا النساء تيبغيو داكشي فهمتي متفنن كتبغي شي حاجه داك السلو ما بقاش عاوتاني داك كلشي يدير نفس السلو فهمتي خص السلو حيت هو دابا ضروري فهمتي في الولاده ولكن يكون بشي طريقه اللي ما تشابهش مع الناس الاخرين بطبيعة الحال واعطيها لينا اختي علينا اللي قربت تولد ديرها يلا اذا السلو هذا ما غاديش نستعملوه رمضان ولكن ما غنستعملوه هذا كيكون خاص بالمناسبات يعني السلو خاص بالمناسبه هذا ما غنستعملوش ناكلوه في رمضان ولا غني لا هذا سبيسيال سبيسيال المناسبات هذا يا اما غتولد يا اما غدير فطور لبنتها اللي تزوجات يا اما هكذا ولا انما يتكال في رمضان وداك الشيء لا علاش شنو الاختلاف؟ الاختلاف يعني في رمضان كنبغيو السلو السلو اللي هو ديال قوتنا يخلينا نبقاو ما نحسوش بجوع انما هذا السلو اللي موديغ اللي هي لو جولديد اللي هو وفي نظرك كنتي سلو غادي ناكلو حنايا نقليو الزيت في الطحين وغناكلو في رمضان لا ما يمكنش وتعداو على الناس عندنا معروضين ونعطيوهم داك الشيء مقلي في الزيت ولكن غتاكلي وحده ماشي هي غتاكليه رمضان كله بيني وبينك امينه الا كلينا وحيده هي غناكلو رمضان كله حنا ناكلو في رمضان في السلو هكذا الا كليتي وحيده جوج ماشي كنقلبوا على الزواق عطيهم مقلي في الزيت غادي تاكلي الا جات عندك مناسبه غادي عندك سيده غتاكلي وحيده دابا غيعجبها الجديد ولكن للاسف مقلي في الزيت ما عرفتيش حاجه كتكون بنينه ملي كتكون مضره علاش تنتي ما عرفتي بغيت تدخلي على عقلي ولا الا كانت في الزنقه ما ماشي صحيه مسخه عرفتي ما فهمتش انا هذه القضيه لا ولكن بيني وبينك كنصطلب ما كاين اللي كتكون جديده نيت ونقيه كتصويها في دارك وكتكون نقيه ولكن لا خلاف فيها الحاجه كدوز في الزيت ولا قليان ولا الجديده بمعنى الكلمه الجديده ولا فيها كثرة تخلاط سبحانك يا عادل يلا نبدا اذا غادي ناخذ باش نحضروا سلو غنكتبوا لي سلو المناسب كتبي تما في ديك الورقه سلو ثلاثه دقائق تفضلي ثلاثه دقائق ماشي مشكل فغادي ناخذ الطحين اللي هو بيني وبينك حبيبتي بشرى انا درته هكذا ولكن ندخلوا شويه وحده هادي في الصحي فغادي تستعملي كيلو ديال الفورس مع ربع ديال الفينو القمح الطحين ديال القمح غتغرب ليه الدقيق هذا وهذا ماشي السميده رقيقه ماشي الطحين اللي كيكون حرش كيكون صفر هو فحال الفورس هو صفر ما لقيتيش ممكن تستعملي غير الفورس كنديروه كنضيفوا عليه السيترو ديال الزيت وكنديروا الزيت حتى كيسخن غير هي حاجه اللي زيت روميه بطبيعه الحال هي حاجه اللي مهمه بزاف هنا في هذا السلو ما ديرش الزيت يعني ما ديروش الطحين مباشره خضر الا درنا خضر راه تما غتبقاي تدي في تجي فيه ما غاديش ياخذ لك وقت كثير وغادي يعذبك كيلو ديال الفورس محمر اسهل طريقه هي يتحمر ملي تدخلي الفورس تحمر وربعة الفين حتى هو محمر كلشي محمر غادي نغرب لهم في وحده كل واحد لا ممكن تحمرهم جوج بيهم ايوا غير ملي يتحمر ديروا ديك الكبير اي ما يتحمرش لدرجه يولي مارون تحمرش شويه لونه شويه باهت يعني لون صابلي لون صابلي فوالا فغادي نديروه في الزيت وغادي نبقاو نديوه نجيبوه بداك الزيت خصها تكون سخونه زيت تكون سخنات في الكوكوط اهم شيء هو الكوكوط دير في الكوكوط وتبقى تديها وتجيبها تديها وتجيبها تديها وتجيبها فيه حتى كياخذ داك اللون نص اطرو نص اطرو ديال الزيت راعي رومي هي جوج كيسان يكون سخون مسبقا هي خصها تراعي واحد القضيه اللي مهمه هنايا بانه راه منين كطفي البوطه كيبقى غادي كيزيد يعني طفي البوطه وتخويه في شي حاجه باش ما يعاودش يزيد يكثر اللون تراعي انه بقات دقيقه فغادي نضيفوا عليهم عندنا 100 غرام ديال حبه حلاوه 100 غرام ديال هذا فغادي نستعملوا اول شيء كيلو ديال الزنجلان ياك كيلو الزنجلان كيكون محمر النص ديالو مطحون والنص لا باش كيبقى حبوب كنستعملوا نص كيلو ديال اللوز كنخليو هكاك باش كيبقى باين ولا تالخر وتزوق به كنستعملو معلقه كبيره ديال النافع بلدي كنستعملو معلقه كبيره ديال النافع البستاني جوج حبات ديال المسكه حره كنستعملو فيه نص كيلو ديال السكر كلاصي كنغربلوه جوج حبات جوج حبات ديال المسكه حره كيدقو غادي نضيفوهم ليها غادي نستعملو النافع زريت لك حتى هو معلقه كبيره نص كيلو نص كيلو ديال السكر كلاصي باش كيجيني هو هذاك اولا العسل بيني وبينك سكا كلاصي احسن لان مع زيت غادي يجيك احسن من هذا غادي نستعملوا قلنا زنجلان نافع حبه حلاوه زريت الكتان تقدر تفادي لان هذا كيكون زنجلان كيكون يعني سلو موديرن فما كيكونش فيه كثره الاعشاب كثيره ففقط النافع حبه حلاوه اللي كيكونوا عندي مهمين النافع جوج انواع ديال النافع العادي البلدي والنافع البستاني وحبه حلاوه لا حبه حلاوه بوحدها داكوغ شحال ديال معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة جوج معالق كبار ديال القرفة وجوج حبات ديال المسكة حرة وواحد الحبة 100 غرام ديال اش عطيتيها ليا
100 غرام لا هي كتساوي هي 100 غرام الا عبرناها هي معلقه كبيره هي معلقه كبيره الا درنا غنعبروها بمعلقه شحال ديال القرفه غادي نستعملوا جوج معالق كبار وغادي نستعمل حبه وحده ديال القرنفل اللي كندقها مع نسكه حره اللي كتعطيني واحد النسمه عوض ديك الكوزه اللي كنستعملوا مع وحيده صغيره ديال القرنفل اللي كندقوها وكنضيفوها مع السفوف كتخلط كلشي بهذاك الزيت وداك الطحين اللي طاب مع الزيت فبيه هو اللي كيتعلق لينا السلو الا بغاتها شويه تكون معلكه اكثر فكتضيف العسل يعني تقدر تتفادى السكر وتضيف العسل لا حول الاختيار ومن بعد كتحطو ايه هو ملي كيتعجن كيخصو يبقى حتى الغدلي عاد يتقطع لان الا ما خيشش الغدلي عاد غيشرب وعاد غيفزق مزيان عاد تقدري الغدلي الا شتيه ناشف لك شويه ممكن تزيدي شويه زيت اولا شويه العسل وكتقادي معلقه اللي مهمه هي ديال الجليكوز لان الجليكوز كيخليه قابط ما كيجي ما كينشفش لينا كيبقى فازق صافي وكتقادو بين جوج ميكات وكتقطعو الطوابع اللي هي بغات وكيدار في كويغطاس ما يدارش مباشره كيدار في كويغطاس عاد كيتقدم وكتحتفظ به في الثلاجه الاحسن لا تحتفظ به في الثلاجه باش كيبقاش هاد لافورم ديالو ما كيتفرتش في الكويغطاس كيبقاش هاد لافورم ديالو بشي بواطه وكتحتفظ به بالصحه وراها الله يكمل عليها بالخير يا رب يعطيك الصحه شكرا لك وحده ما يكونش مقلي في الزيت هكا باش يعطيك الحليب ويكون نافع ان شاء الله بعد